بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالساعة. نحن طبعا الحين نمشي على توقيت جدا 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 صعب، لأن عندنا بعض الأمور ما نقدر نسويها، بس الحين بنبدأ. طبعا مثل ما قلت لكم، أنا عندي متابعين كفو، فشو بنسوي؟ أول شيء بعرفكم على الحلقة هاي باختصار. هالحلقة الجسر بتكون زين، هالحلقة بتكون عبارة عن جسر. أنا عارف الشغلة، عارف ما بقدر اسوي اكثر لو اني اقول الجسر اوريدي هذا موجود، بس الحكمه الحين نحن ما نحتاج جسر يربط ثلاثي المدن، واللي هو من التعليقات نحن عندنا بنسوي جسر علاء الدين. طبعا لا تستعيرون، كل حد بيحصل له وقت، بيحصل له كذا، بيحصل كل شيء، كل حد بيحصل له شيء باسمه، فلا تكونوا وايد مستعيرين. بس قبل هذا كله بنسوي شارع رئيسي يمر يصب في نص مجرى المدينه، اللي هو الشارع اللي يمكن تتريونه انتو، شارع الكورنيش اللي راح يكون عليه المحلات وهالسوالف وهاي الامور عرفتوا؟ عرفتوا؟ مو مشكلة، تعرفون شو بنسوي، لان الجسر صار وايد فوق لسبب من الاسباب، وانا ما بقى الحين اضيع وقت الحلقة كامل. انا على تايمر ومش متعود اكون على تايمر، فالوضع في نفس الوقت رافع ضغطي شوي، لانه ايوه سنبنك تول. طبعا كل هاي الموجودات في الكومنتات، انا احط في كل حلقة كل شيء عندي. جالس احط هني 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 عندي مشكلة، فشو بسوي؟ What I need to do is شوفوا هاي الخطوة. طبعا على اساس اني بسوي مونتاج، وانطلب مني اني ما اسوي مونتاج ابدا، فانا بلتزم في عدم موضوع المونتاج هذا، بلتزم فيه. اوكي، بسوي هني جسر، مو مشكلة. هذا الجسر هذا صغيرون، بنعدله بعدين، برع وقت الحلقة بعدله، مش وقت الحلقة، ما اتصور من وقت الحلقة، ابى اعدله انا. ايوه هذا هو حصلته، هذا الشارع الرئيسي. راح نزل. ليش الصوت هذا بعد؟ نزل سيدة يزعلون، يعني ما يمكن يقولون مسكين عنده خطة يبني المدينة ولا شيء. لا 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 سيدة ازعل، انا العمدة مالكم يعني، والله ما يستحون على ويهم. ولا شو رايكم تقولوا؟ هل هالسكان هاي اللي يستحون على ويهم في ذمتكم؟ ذمتكم يستحون على ويهم؟ والله ما اظن يستحون على ويهم، والله العظيم قسم بالله انهم هاي حيوانين، حيوانين الادب، ما احبهم. المهم انزين، اذا ما ضيع وقت الحلقة على فاضي، خلنا سبيس اوريدي اكيوبايد، فبنيبه بالطريقة هاي. الله صراحة اسمحوا لي، لكن والله ان مشروع شكله بيكون والله رقم واحد، ابا 15، لان عقب نحن شو بنطوف من هني؟ تو واي تو واي تو واي هاي الهاي واي لاين، لان هذا قريب المدينة، مع جسور على ارتفاع 15 من هني، على اساس يمدينا اني ادخل في. طبعا جزء مهم الحين تسمية، تسمية. انا اعرف كل حد يقول زين نسمي باسم كلكم، بسمي باسمكم ان شاء الله. هاي دولة المتابعين مالي، هاي دولة متابعين خليل، هاي ما بقصر وياهم، اكيد ما بقصر وياهم متابعين خليل. شو تبون؟ ابشروا بساعدكم وانا موجود، يعني هو انا موجود موجود، يعني مش اني بختفي مثلا ولا شيء يعني. لكن انا تاخرت عليكم في الحلقه والله الصراحه، يعني سوري على التاخير، لكن كنت اتشاور كيف اسوي ترتيب الحلقات بطريقه ان نحن نتفادى اي عرقلات. ابا الجسر هذا شوي مايل لين نفس الارتفاع. مو بنفس الارتفاع. اها زخيت وجه اختلاف. ايوه هني. طبعا انتم هني عارفين السيستم، عندنا السيستم في 14 دقيقة. زين الحين انا متعود اخذ راحتي في الشوارع وهذا، تعرفون هذا الجسر الاول. انزين نرجع لين هني، هذا على الدين.
اوكي اتمنى اني كتبت صح، سامحني علاء اذا مغلط. جسر علاء الدين، علاء الدين، بنسميه هني اسم خرافي. شو علاء الدين ذا اثنين ان دي يعني ذا سكند، علاء الدين الثاني. والله اني الصراحة ما في حيلة اقسم بالله. شو علاء الدين الدين ذا سكند بعدي والله علاء الدين الثاني. انزين بنرسم هني، طبعا هذا لازم اكسره بالشارع من هني. شوي شغل بيكون في هذا اليوم من احنا بنرسم للمدينة ولا ليش الحين بعد عندنا وقت. انزين ادري منصدمين مني يمكن حتى وانا اسوي كل شيء بسرعة مش من عوايدي والله، بس دا شركم بخطة جاهز يعني تعرفون، جاي اكتسح المكان، جاي اكتسح المكان. انزين هذه انا اباها شوي مايلات، لان هاي المدينة بتكون عبارة عن عماير، عرفتوا؟ مش عن هذا، عن عماير. فخلنا اول شيء نبني لنا دوار حلو جاهز، دوار ضخم يكون اوكي، ونميل الدوار بالطريقة هاي. اوكي دوار ابا دوار عود مو بدوار صغير. اوكي ابا الناس اللي اوكي انت تحسونه مايل صح، انا بعد له. خلني بالطول هني، الطول هني، طول طول هني، طول هني، طول طول بالانجليزي ترى تقولوا الطول بعدين يقول الطول وبعدين لا لا الناس اقول التول يعني الأداة. شعب تفهموا غلط أدريبكم، أدريبكم متابعين أنتوا بعد، إن شاء الله عليكم ما فيكم حيلة. انزين واحد أخص أبو شوي مويل والله عيب عليك. لا بس زين زين، لأن هذا طبعا بالجلبة عسى يكون الصوب الثاني. بني بالشارع بست سيدات. يا شو امر الميزانية عندي، خلي اشوف الميزانية. ترى السلسلة مثل ما طلبتوا مني ونكبتوني بدون مني بدون كاش زيادة. اذا هذا حشيش خل هذا بعد حشيش. طبعا بس الشارع الرئيسي راح يكون ضخام. وها والله توي حاطنا ذا دوار، والله توي خربت ابوه قسم بالله. اوكي مو مشكلة بندور شوي زيادة، بندور شوي زيادة. انزين ونبه الشارع لهذا المحيط، بيكون عندكم فكرة نحن الحلقة الجاية كيف قلنا هذا التول سوري. انزين يكون عندكم فكرة كيف شكل مدينة المتابع الثاني اللي بدور اسم في الكومنت. انزين لو اسم في الكومنت بنحطيه مدينة. طبعا ممكن اكرر اسامي يعني علاء حرام، بس اسمه باسمه شو اسمه جسر حرام، لازم بدل عشوي لازم. علاء من متابعين ما شاء الله عليه، صامل صامل ما شاء الله عليه. زين انا ما بمداخل ومخارج وايد على الهاي واي، اي تفرعات ثانية في المدينة لازم تتي من تقاطعات ثانية. التقاطعات الثانية تعرفون شكل المكينة، راح المكينة يو الله اليوم انا جايب العيد. طبعا هني بخليه مايل وما بحط شيء وراه لان عندي مشاريع مستقبلية، بس هني المدينة داخليا لازم يكون هني في دوار. اول شيء خلنا نوقف اللعبة، لازم نحط الدوار الضخم مالنا. اوكي انزين اوكي ما اعرف وين بحطيه، فشطبت وايد شغلات. لازم احط الجسر مالي اللي هو هذا، وكيف بحطيه هني. اوكي هلا وسع شويه للمدينه لان المدينه تستاهل، والمدينه حزينه حيلها. مو مش وقت الاغاني يا حبيبي، وقتك ضيق، فكر معي يا خليل نسويها. لا حرام شيء، لازم تكون شوية متكتكة أكثر يعني. أسميني مربوش والله إني مربوش. إنزين والله إني مربوش من الخاطر، بس مو مشكلة بعد أحسن الحلقة. أوكي وهني بيمتد طبعا امتداد المدينة الكبير
الستاندر راح يكون قلت لكم مثل ما قلت لكم شو بيكون مربعات. احط دوار هنا، والله ما يبغى له دوار، يبغى له مدخلين ومخرجين مختلفين. يعني نحط الشارع هذا بالطريقة هاي، ونيب كيف الفلوس عندي 120,000 يكفون. ونيب شارع هني، ادري بتقولون لفة قوية لكن اظني عادي، اظني عادي. I think so. انا مش متأكد. انزين، وشو ابى اسوي بخصوص الشارع العام؟ ابى الناس اللي تطلع من المدينة ما يتلاقون تقريبا، بخلي المخرج بحسبة ان الشارع كبير، عرفتوا؟ بخلي المخرج من هني لين، خلنا نهدم هاي اللحظة. زين، لين هني، بعدين يدخل وين؟ المدينة هني. قولوا لي ليش. الحين بجاوب، ادري انكم سألتوني من غير ما اسمعكم. خلنا نحط عليه بارير لان بيكون فيه عماير هني. خلنا نعدل الشارع. اوكي، الله يسامحك بالقولوا امين الوقت الطريقة اللي قمت افكر فيها. زين، اوكي، هذا راح يكون مخرجين ولا ثلاثة؟ الشارع عود والله مش صغير ترى، فيستاهل ثلاث مخارج. الناس اللي تدخل بتدخل من هني، والناس اللي اللي عم تدخل الشارع العام، والناس اللي بتدخل المدينة، او ممكن ندخلهم بالطريقة هاي، هيكون شكل الشارع احلى. من شكل الشارع شوية قبيح. لحظة، انزين خلاص، ما نبي ساوند بارير هني، عرفتوا؟ لا، لو سمحت لو سمحت لو سمحت، تبن لك قصدي سوري. انزين، خلنا على وش نحط الشارع هني، بس هذاك بدهاش تصبط لك. شو هذا؟ خلنا نستعمل تول ثاني. طبعا هذا بيكون اسمه علاء الدين ذا ثيرد، يعني جسور هالمدينة لازم عند علاء الدين. موضوع اللي بيدخل لازم ياخذ ضريبة من عنده. طبعا خلنا نعكس الشوارع شوية على اساس الشوارع تكون فعالة بالنسبة لنا اللي بيدخل المدينة، واذا في اي زحمه والله لو من هني كان احسن، عشان الزحمه توقف هني صح. والله لا والله ما هني احسن اصلا، ما راح يتلاقون هني ولا حد درابهم قسم بالله. لحظه، انا ليش كذي؟ انا ليش غبي؟ انا ليش غبي؟ لحظه، ويت، انا هاي صح، ما حد بيهم هني، خلتهم خلهم. ليش اشبكهم اصلا؟ ليش اشبكهم؟ ليش ما نسوي بالطريقة هاي؟ لأن أصلا ما راح يتراقون. انزين، أيوة، هذا الشارع. طبعا هذا اللي هذا الجسر اللي دخل المدينة، علاء الدين ذا ثيرد. خلنا يستوي، سوي له كوبي بيست. الله يسامحه ما يستوي. علاء الدين ذا ثيرد، يا الله يا الله. خلنا بس نسن عشان ما حد يتوهق هني، يمكن حد بيرجع يوتير. خلي من ممكن انه يرجع يوتير هني في المستقبل، يمكن في مدينه بعدين. الحلقه الجايه كهرباء والخدمات والشارع العام اللي راح يمر، ونحن الحين لازم نتري 8000 واحد عشان نقدر نحط لنا اللي هو القارب. بالنسبه لوقت الحلقه نحن على التوقيت، فنراكم ان شاء الله في حلقه قادمه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.